السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا أحلى وأغلى متابعين في الدنيا؟ النهاردة هنعمل مع بعض بقى الرز الصيادية الجامد جدا بمكونات بسيطة جدا، معلوش أي حاجة وسهل جدا وبسيط. وهنعمل معاكم بقى السمك السنجاري أو السمك الروسي الأصلي الجامد قوي، بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم في الحلاوة دي يا حبايب قلبي؟ أكلة بقى مش عايزة أقول لكم بجد قلب ريحة البيت، وحلوة جدا وطعم خطير ومكلفتناش حاجة خالص، حاجات بسيطة جدا وعلى فكرة من غير زيت من غير أي دهون خالص، عشان أنا بعمل رجيم فإيه أنا محطيتش عليها أي زيوت خالص. بصوا من غير أي حاجة، يعني أنت لو ما عندكيش زيت وما عندكيش أي حاجة هتعمليها، بصوا سهلة جدا وطلع ما شاء الله، لأن كده كده السمك فيه دهون فمنزلة الدهون اللي فيها خالص. بس طبعا انت لو مش فارق معاك الزيوت بتحطي عليها زيت، طبعا بيديله لمعه حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم يا حبيب قلبي بقى في الاكله الجامده دي؟ اكله كده سهله كده واكله حلوه ما شاء الله. عايزه بقى تعملي جنبها طبق سلطه، بس هي صراحه مش محتاجه حاجه جنبها، عايزه بقى تجيبي بطاطس، عايزه تعملي اي حاجه. بسم الله ما شاء الله على الاكله الجميله دي. ايه رايكم يا حبيب قلبي؟ حاجه سهله كده وحاجه حلوه كده وحاجه طعمه كده. ايه رايكم في الجمال والحلاوه دي؟ يلا بينا بقى نشوف عملنا الاكله الجامده دي ازاي. اول حاجه حبايب قلبي هنسمي الله ونسمي الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا جبت هنا ده كيلو من السمك الروسي. طبعا عايزه اقول لكم ان السمك الروسي انواع، في اللي هو المشبح ده وفي اللي هو السادة. طبعا المشبح ده اللي هو الاصلي، اما السادة ده بتلاقيه رخيص شوية، ده بيتباع في الاسواق ب50 جنيه، التاني بقى ما بين 30 ما بين 35. بس طبعا زي ما قلت لكم المشبح ده بيبقى غالي شوية. شايفين التشبيحة دي؟ ده السمك الاصلي اهو يا حبايبي، دي السمكة الاصلية. تمام، هنعمل ايه بقى؟ هنسمي الله ونسمي الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنمسك بقى السمك ده هنغسله وهنقطع الراس بتاعه كده وهنفتحه وارجع لكم تاني. بعد كده حبايبي بقى انا مسكت السمك قطعته وغسلته وفتحت قلبه كده زي ما انتم شايفين، غسلته كويس قوي بالملح والخل. تمام، بعد كده بقى معايا حبايب قلبي معايا هنا بصلتين حلوين كده، ومعايا خضره، معايا شبت بقدونس او الخضره اللي انت حباها يعني، ومعايا هنا طماطميه، ومعايا هنا جزر، ومعايا هنا فلفل بارد، ومعايا هنا فلفل حار. طبعا الفلفل الحار طبعا مهم جدا وده اختياري، ومعايا هنا ليمون، ومعايا هنا ثوم. ماشي يا حبايب قلبي، ومعايا طبعا السمك اللي انا غسلته كويس قوي، ومعايا التوابل بتاعتي الشطه والكمون، ومعايا كمان الكزبره الناشفه. اول حاجه هنسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، هنوسع كده من نفسنا. اول حاجه يا حبايبي هنحط الطماطم كده، بسم الله، معايا طماطمتين حلوين قطعهم، معايا البصل حبايب قلبي، هنا ده الفلفل البارد، ومعايا هنا الجزر، معايا حبايب قلبي كمان الخضره بتاعتي، حطيت هنا شبت وبقدونس او لو عايزه بقدونس بس زي ما انت، معايا كمان الثوم، اربع فصوص ثوم كده مهروسين، ومعايا هنا كمان بقى فلفل حار، فلفل حار بس ده اللي لسه ايه هقطعه، بسم الله. معايا بقى كمان هنا حبايب قلبي طبعا ده الليمون ده مقطوع هنحتاجه دلوقتي، هنحط بقى التوابل بتاعتنا، بسم الله. معايا هنا معلقتين كده كزبرة ناشفة، شطة دي اختياري بس انا دايما بحب اعمل الحاجة يعني سبايسي. معايا كمان الكمون الناشف ده حلو قوي، الكمون الناعم طبعا السمك بيحب الكمون والليمون. معايا بعد كده بقى الملح، بسم الله. حبايب قلبي ،
عايزه اقول لكم ان انا اكلكم بجد احلى واطعم سمك، يبقى حلو جدا على فكره. وعلى فكره ده حلو قوي للرجيم لو انت ما حطيتيش عليه اي دهون. انا بالنسبه لي طبعا مش بحب احط دلوقتي، لان يعني من بعد العيد بحافظ على الدهون شويه، بعمل رجيم يعني، بس رجيم على قد كده خفيف كده يعني. وطبعا معايا بقى السمك بتاعي يا حبايب قلبي، هنسمي اللون سم الرسول. بعد كده حبايبي بقى هنجيب الورق ده كده، هو هنقطعه على قد السمكيه. طبعا براحتك لو انت عايزه تحطيه في الصينيه من غير ده، بس انا بحب احطه ده كده معاه. هنقطع كده على قد الايه، انا معايا ثلاث سمكات هقطع على قدهم الورق كده. هنا بقى حاطين الورقه دي كده حبايبي. انا فرشت كده الصينيه من تحت. بسم الله حبايبي، انا جبت الصينيه هنا وفرشتها الورق ده كده، الورق الحراري ده. بعد كده بقى هنسمي الله ونسمي الرسول. هنجيب التشكيله اللي احنا الخضره اللي احنا عملناها دي كده، التتبيله الجميله دي كده، هنحطها تحت الاول. عايزه اقول لكم التتبيله دي ريحتها حلوه جدا. بعد كده حبايبي انا جبت بقى السمك هنا قطعته لانه ما شاء الله كبير. انا جبت بقى السمك كده حبايبي انا قطعته لانه ما شاء الله لقيته كبير. السمكة بسم الله ما شاء الله كبيره. لو انت عايزه تعمليه في حلو برده ماشي، بس انا حبيت اقطعه كده عشان يستوي في الصينيه. على الوش كده، عايزه اقول لكم التتبيله ديت فظيعه بجد، ريحتها حلوه قوي. بصوا يا حبايبي، طبعا السمك ده بيتعمل بالزيت والليمون، يعني بعد كده المفروض ان انت بقى بتحطي شويه زيت كده على الوش كده حلوين، بس انا عشان بعمل رجيم بعمل من غير اي زيوت خالص، وهيطلع حلو جدا على فكره، لان السمك ده اصلا سمين وهيطلع ايه؟ هيطلع دهون كتير. يعني انا بعد ما احطه كده بقى، بعد كده بقى الخطوه اللي بعد كده بتروحي جايبه شويه زيت بقى وحطاهم، يعني المفروض بتحطي شويه زيت تحت السمك وفوق، بس انا مش هحط عشان زي ما قلت لكم انا بعمل رجيم. يعني اي واحده بتحاول تخفف جسمها او بتعمل رجيم، لو عملتي السمك ده وكلتيه على فكره القطعه منه بتشبع جدا، بتشبع بدون اي حاجه. جربي كده وشوفي، يعني بسم الله ما شاء الله الحته منه ولا خيارايه ولا طماطميه ولا اي حاجه جنبه. يبقى الخطوه اللي بعد كده حبايبي بقى بتجيبي الزيت بتحطيه على الوش، بس انا زي ما قلت لكم انا مش هحط خالص زيوت عليه عشان انا بعمل رجيم، وعلى فكره هيطلع حلو جدا يعني من غير اي حاجه كده وهيطلع حلو جدا. بعد كده يا حبايبي بقى بنجيب الليمون. احلى اكله وسهله جدا، ومش عايزه اقول لكم بجد طعمه جدا. جربي الطريقه دي حلوه قوي في السمك ده، يمكن انا عملته معاكم قبل كده على القناه، بس انا زي ما قلت لكم عشان بعمل رجيم بقى بحاول ايه ان انا اخفف الدهون كلها، يعني انت لو ما حطيتيش عليه اي دهون هيبقى حلو جدا. اكل يا حبايبي بقى. بعد كده يا حبايب قلبي بقى كده الشكل النهائي بتاعه، احطه بقى فرن البوتاجاز واولع عليه فوق تحت، وبعد كده اقرمه. بعد كده حبايبي بقى انا جبت حل على النار، حطيت فيها بصلتين وشويه زيت. انا هعمل بقى معاكم ايه، نص كيلو رز. تفضلي تقلبي كده. هنفضل بقى نقلب يا حبايبي كده في البصل زي ما انتم شايفين كده، هنفضل نقلب فيه كده يا حبايبي. شايفين ابتدى لونه يبقى ذهبي ازاي؟ لا انا عايزه اغمقه عن كده،
على فكرة الرز ده طبعا الرز الصيادية بيتعمل من غير اي افتكاسات، كل اللي انت بتعمليه اللي انت هتغمقي البصلة بس كده، لا يعني ده اللون الذهبي العادي، لا انا عايزة اغمقها عن كده بس، زي ما قلت لكم قبل كده مش عايزين اللي احنا نحروقها، في فرق ما بين تغميق البصلة وفي فرق اللي احنا بنحروقها، لا هنفضل نغمقها كمان عشان تدينا لون الرز اللي احنا عايزينه من غير اي توابل ولا اي حاجة، يعني هتحطي بس الملح، هتحطي شوية شطة طبعا ايه زي ما انت عايزة، عايزه بقى تحطي كركم عشان اللون، عايزه تحطي، لكن انا صراحه بعمله كده، يعني كل اللي انت بتعمليه بتغمقي اللون بس بيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي انا عماله بقلبه كده بس برضو لسه مش دي الدرجه اللي انا عايزاها، انا عايزه اغمقه عن كده كمان. طبعا انا بعمل ايه كوبايتين رز كده على اساس ايه، انا مش مكتره رز يعني انا عامله كده في اصغر حل عندي بصراحة. السمك ده بقى تكليب عيش بلدي، تكليب رز ابيض، تكليب رز بشعرية، تكليب رز زي ما انت عايزة. عايزة اقولك بجد انه بيبقى حلو جدا، والتوابل اللي عليه كده اللون ده حلو قوي معايا كده. هنحط بقى ايه، هنحط كوبايتين رز، هنحط عليهم كوبايتين مية. بصوا حبايبي اللون طبعا كل ما بتغمقيه بيديك اللون الغامق اللي انت عايزاه بتاع الرز. بس كده يا حبايبي ده اللون اللي انا عايزاه تقريبا اهو، شايفين لونه مش محروق وما هوش فاتح قوي، شايفين اللون يا حبايبي. هنحط بقى كوبايتين الميه، بسم الله. هنحط بقى يا حبايبي عليه ايه، شويه شطه، طبعا الشطه دي اختياري بس انا بحب الحاجه سبايس شويه. هنحط عليه كمان الملح، هنقلبه بقى كده بسم الله، هنسيبه بقى يغلي وبعد كده نحط الرز. بعد ما غلى معانا كده حبايبي، بعد ما حطيت المية وغلت معايا، نحط بقى الرز. بسم الله. بس كده عمايله الرز ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه، وهتاكلوا احلى رز صياديه، ده نفس الرز اللي انت بتاكليه في المطاعم. بس كده حبايبي وهنقلب الرز وهنسيبه وهتاكلي احلى رز. طبعا انا عامله في اصغر حلة عندي عشان ايه مش مقطره رز يعني، كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه، العيار كده هيطلع بسم الله ما شاء الله. طبعا يا حبايبي بعد ما غلى كده هنهدي عليه النار خالص ونغطيه ونسيبه. وده حبايبي شكل الرز اهو، بسم الله ما شاء الله، شايفين لونه زي بتاع المحلات بالظبط، لما زي الجاهز اللي بيتباع بره بالظبط، شايفين لونه حبايبي. طبعا السمك استوى بقى، هوريه لكم وهغرفه معاكم وراه. وكده حبايبي السمك استوى معانا اهو. طبعا انت لو هتحطي له بقى شويه زيت كمان هيدي له لمعه حلوه قوي، انا ما حطيتش هنا زيت خالص عشان زي ما قلت لكم انا بعمل رجيم، وبرغم كده مستوي جدا ومش عايزه اقول لكم طعمه خطير لان انا عاملاه قبل كده مره واتنين،
انا ما ينفعش اعمل الحاجه الا لما يكون فيها مصداقيه، ما يكون ايه عاملاها مره واتنين. يعني انا مش حاطه اي زيوت ولا اي حاجه، والله هي سخنه لسه اهي، والرز زي ما انتوا شفتوا جماله طبعا. ايه رايك في الحلاوه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. هغرفه بقى معاكم يا حبايبي واحطه في الاطباق وراهم. وكده حبايبي بقى احط الرز معاكم. عايزه اقول لكم الرز بجد تحفه، بسم الله. شايفين فلفل ازاي فظيع بجد. طبعا انا عامله شويه صغيرين جدا، عايزه اقول لكم كده الرز تحفه ما شاء الله. وده السمك بتاعنا، تعالوا كلوا بقى احلى اكله بجد وحاجه تفتح النفس كده. وعلى فكره العيش ده ممكن يتاكل برضو سوري السمك ده ممكن يتاكل بعيش برضو. ايه رايكم في الحلاوه دي؟ دلوقتي بقى يا حبايبي هنحط ايه هاي كده. عايز اقول لكم بقى محدش هيشوف الجمال ده يا جماعه ويقول لي جيم ابدا، استحاله. يعني شايفين السمكه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الحلاوه والجمال؟ عايز اقول لكم بجد ريحته قلب الدنيا اهو يا حبايب قلبي. حط بقى كمان شويه رز. سلام يا سلام، ايه رايك في الحلاوه والجمال ده بقى؟ احلى طبق سمك ورز صياديه زي الجاهز واحلى من الجاهز، والطعم خطير والطعم حكايه. بسم الله ما شاء الله اهو. ايه رايكم يا حبايب قلبي بقى في الجمال والحلاوه دي؟ كل واحد بقى ياخد له سمكيه كده وشويه رز. يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوه. ايه رايكم في الجمال ده؟ ده شكل الاكل بتاعنا النهارده يا حبايب قلبي، ورب يعجبكم ويارب يعجبكم يا حبايب قلبي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا.